وللخوض في تفاصيل الأخبار التي ذكرت آنفا، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الناطق باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى الطائي. دكتور طائي، سلام الله عليكم. بداية، يعني ما الذي يعكسه إقدام الحكومة في بغداد على إجبار النازحين على العودة إلى مناطقهم وبالتالي مساومتهم على الاشتراك في الانتخابات في أيار مايو المقبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، عملية إجبار النازحين طبعا هي تنقسم إلى أكثر من قسم. القسم الأول، هؤلاء أجبروهم على العودة إلى مناطقهم، وتلك المناطق بالمناسبة تفتقر إلى كل مقومات السكن، فالبيوت مهدمة، البنى التحتية منتهية، لا ماء لا كهرباء لا غذاء، حتى البطاقة التموينية لا توجد. ثم بعد ذلك أن هذه المناطق تخضع دائما، يعني المواطنين لا يسلم من أما الخطف وأما الاعتقال وأما الابتزاز وأما الإثاوات. هذا جانب. الجانب الآخر، هناك أيضا نازحون الذين مشمولين بالتغيير الديموغرافي لمناطقهم لا يسمح لهم بالعودة، كجرف الصغر وغيرها. أما الذي يسمح لهم بالعودة هم الناس الذي خلنا نقول في المنطقة التي تخضع إلى المكون معين حتى يشارك في الانتخابات، حتى لا تكون ذريعة لتأجيل الانتخابات. العبادي والميليشيات تعول على هذه الانتخابات بأنها ستكون ذات طابع ميليشياوي بحت، يعني سيطرة كاملة للميليشيات ولهذه التنظيمات المسلحة الخارجة عن القانون. بالتالي هذه ورقة ليقول أنه عادوا النازحون. لا يوجد مبرر لتأجيل الانتخابات، لا يوجد مبرر، بينما هم مجرد حالة إعلامية. هؤلاء المهجرون لا توجد لهم تخصيصات مالية لا في الموازنة ولا من قبل دوائر الدولة الأخرى، فبالتالي هؤلاء هم يعيشون حالة مأساوية، وإجبارهم على العودة هو ضغط نفسي آخر على هذا المواطن برغم كل الأمور التي حصلت ضده. لكن دكتور يحيى، الحكومة تبرر مشاركة النازحين في الانتخابات على أن الأوضاع في المناطق المستعادة حصرا من تنظيم الدولة أصبحت مستقرة. ما حقيقة هذا، يعني هذا التبرير دكتور يحيى؟ أخي، لا يوجد استقرار حقيقي، بدليل ما مفهوم الاستقرار لدى الدولة. هل وفرت أبسط شيء البطاقة التموينية التي هي حق لكل مواطن عراقي؟ الآن منعت توزيع البطاقة التموينية لهم. هل توجد أدوية؟ هل توجد مستلزمات الحياة؟ الماء الصالح للشرب؟ هل يوجد غذاء؟ كل هذه الأمور لا توجد، والدولة هي لا تريد أن توفر لهم. يعني هي ليست عاجزة في توفير هذه، هي التي تقول، الحكومة نفسها تقول إنها وفرت لثلاثين مليون زائر الطعام والغذاء، تعجز عن أن توفر لنصف مليون نازح في الأنبار الطعام والغذاء. فبالتالي هناك مسألة يعني مقصودة في أن يعيش هذا المواطن تحت وطأة هذه الضغوط النفسية وتحت هذه الضغوط التي يعاني منها كثير من المواطن. دكتور يحيى، بيان لهيئة علماء المسلمين تقول بأن، أو يقول البيان، إن إجبار النازحين على العودة غايته فقط هي تنظيم الانتخابات وضمان التصويت، لكن ماذا تتوقعون بعد انتهاء الانتخابات خاصة في المدن التي تم استعادتها من تنظيم الدولة؟ أخي، المشكلة أنه قطار العملية السياسية يسير بدماء العراقيين. نعم. ويسير على أشلاء الناس، يعني المعدمة يعيش. هذا قطار العملية السياسية يجب أن يستمر على جثث هؤلاء، فبالتالي لا يهم الحكومة أي شيء، هي تريد فقط أن تأخذ الأصوات لتكتسب مشروعيتها من الشارع، ولا يهمها ما يحصل لهؤلاء المواطنين. هؤلاء سيعانون الأمرين، يعني إلى الآن حتى المدارس، حتى المستوصفات، حتى المستشفيات لا تفتح أبوابها لهؤلاء، ولا توجد مستلزمات أيضا ما توفر للمواطن. دكتور يحيى، في هذا الإطار، تعتقد أن الحكومة، حكومة حيدر العبادي، وأيضا السياسيين في العراق قد خنعوا لضغوطات أمريكية وإيرانية مشاركة النازحين في الانتخابات، تعتقد ذلك دكتور؟ بالتأكيد أخي الكريم، هناك تنسيقا إيرانيا أمريكيا أو لنقل عملية تخادم بين المشروع الأمريكي والمشروع الإيراني، بدليل ما أفرزته التحالفات والائتلافات. ائتلاف العبادي ما كان ليتم إلا بضوء أخضر أمريكي وإيراني حتى تكون لهم السطوة، تكون لهم السيطرة. أمريكا حتى تكون لها ذريعة
بأن تقنع الدول العربية لدعم هذه الانتخابات، تقول هؤلاء النازحون قد عادوا، فبالتالي هي ذريعة لإجراء الانتخابات في موعدها ولفرض واقع تريده الإدارة الأمريكية بالتحالف مع المشروع الإيراني. من اسطنبول الناطق باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى الطائي، شكرا جزيلا لكم.